ايه تغذية يعني شكل ايه تقدر تغذية بشكل بسيط. في الأكل الصحي والكلام ده صح؟ الأكل الصحي ممكن ندخله في هذا الأمر، بس بشكل بسيط. تغذية علاجية، يعني إزاي نستخدم الأكل بتاعنا كعلاج وأيضا كوقاية من المرض. ده تعريف بسيط كده ممكن نقدر نفهم بيه. يعني إحنا لو عندنا مرض معين وعايزين نعالج مرض معين، نستطيع أن نستخدم الطب الغذائي في علاج المرض بتاعنا.